انا واخصائي العلاج الطبيعي خذينا وامين بن عمر خليناه في نزل 5 نجوم عندنا احنا ونعمل له في الكريوثيرابي العلاج بالثلج معناها بارانا باري جديد موجود عندنا احنا لو جيم ريدي دونك وقعد امين بن عمر وبدا يتحسن. شنو صار من بعد؟ الاوجاع نتاعو بدات تتحسن معناها شيئا فشيئا. طلب مني امين بن عمر باش يمشي للسعوديه باش يحضر المباراه نتاعو وباش ياخذ مستحقاته. قلت انا ما راش مانع ومرحبا بيك فهمتني. طلبت منه باش يكلم المدرب، كلم المدرب بعد خلال اذنه وراح والجامعه قصت له التذكره واعطته التذاكر وراح. ثم سمعنا الى امين بن عمر مشى اليوم باش يعمل عمليه. دونك هذا هو انا في الاخير شنو نقول؟ نقول ما عندكش اتصال اليوم دكتور؟ ما عنديش بيتصال. معناتها ما كلمتش ما شاورتش قبل ما يمشي يعمل عمليه في اليوم؟ لا ما شاورنيش وتليفونه مسكر. فهمتني تليفونه مسكر حتى حاولت نتصل بيه انا والمدرب ما تحصلناش عليه. وحتى كلموا معناها الاخصائي نتاعي العلاج الطبيعي ما تحصلش عليه. كلموا على اساس انه مش عاطي فكره ما عطانا حتى فكره ومش ياخذ قرار. انا شو عمل عمليه ولا مازال؟ ما عنديش فكره. معناتها ما نعرفوش وضعيه اللاعب الصحيه نتاع المنتخب. انا باش نحب نقول حاجه لها الموضوع هذا بالذات. وقت اللي انا قلت راهو امين بن عمر يحتاج الى فتره نتاع 3 اسابيع علاج طبيعي نتحمل مسؤوليتي في الكلام هذا. لانه انا محمد امين بن عمر نعرفه حق المعرفه. محمد امين بن عمر في كاس افريقيا الاخرانيه وقعته اصابه لما كنا في اسبانيا. ثم عندنا كاس افريقيا من المفروض ما كانش يرجع في الفتره هذيك لانه مش عادي معناها كاس افريقيا. خرجته من مباراه السنغال جهزته ولعب وعدينا معناها تورنوا اكسبسيونيل فهمتني خاصه التورنوا الاخراني بتاع كاس افريقيا. ثم في المباراه الاخرانيه مع ليبيا كيف كيف معناها جانا عنده اصابه معناها خذينا العلاج نتاعو بالاصابه وما جذبناش بيه فهمتني ولا ولعب وعدى مباراه ممتازه وكان احسن لاعب على الميدان. معناها انا كي قلت الكلام هذا بن عمر قلت له ان شاء الله نجهزك للمونديال. مش معناها انا قلت لك مش تلعب للمونديال. الناس تتهم فيا على اساس اللي انا معناها ما قمتش بالواجب نتاعي نتاع بن عمر. بالعكس خسرته في 3 جمعات ولا بالعكس. بالعكس بالعكس انا قلت نوصلك للمونديال لان عندي فكره معناها اهم حاجه عندي انا هي صحه اللاعب ساعه قبل كل شيء. ثم ثاني حاجه عندي انا اللي هو اللاعب باش يكون جو دوا لو بريباري بور لونترونور بور ليكيب لازم نحضر اللاعب نجهز اللاعب ينجم هو يكون معناها على في صحه جيده ولكن التجهيز نتاعو ما يكونش معناها ممتاز وما يشاركش في المونديال فهمت؟ معناها انا كنت متاكد اللي بن عمر باش يكون جاهل عن بون الاختيار نتاعو هو قام باش يعمل عمليه لاسباب ما نعرفش هو عنده الحق الوحيد انه يختار وين باش يعمل العلاج نتاعو فهمت؟ نحترم الراي نتاعو بالنسبه لي انا لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الاشعارات لتتوصل بجديدنا دائما.